أصدقائي المشاهدين والمستمعين، حلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. أول شيء مصبحكم بالخير، وتاني شيء عنا عنوانين مهمين: بيع الأطفال، من هي المؤسسات أو الشبكات أو مواقع صفحات مواقع التواصل اللي عم بتبيع الأطفال بلبنان، ماذا عن مكتب الإتجار بالبشر والمحاسبة؟ اليوم في شيء عم بيصير بحق الطفولة بلبنان مش مقبول ولا بينسكت عنه، مفروض كلنا نطلع الصوت. فإذا إتجار بالأطفال بلبنان على مرأة من عيون القوى الأمنية ومن كل الناس، شو عم بيصير؟ رح نحكي عن هالشي مع مدير جمعية سعادة السما الأب مجدي علاوي، خادم جمعية سعادة السما الأب مجدي علاوي، وأيضا رح تنضم لنا رئيس اتحاد حماية الأحداث بلبنان أميرة سكر. هيدا عنوان. والموضوع الآخر هو بدنا نحكي عن سلامة الغذاء. اليوم عم تكتر حالات التسمم بالمستشفيات، شو السبب؟ هل هو ارتفاع الحرارة أم إنه عدم الحماية الكافية من المنتجات بسبب انقطاع التيار الكهربائي وغيره من الفساد اليوم الكيميائي والموجود والمستشري بلبنان نهيك عن المياه؟ كمان عنوان رح نفصله مع الأستاذ والباحث بسلامة وتصنيع الغذاء بالجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور حسين حسن، رح ينضم لنا رئيس لجنة الصحة النيابية كمان الدكتور بلال عبدالله، ونائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي خالد نزهة ومعني. بداية إلى الموضوع المهم كتير وهو تجارة بيع الأطفال بلبنان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإتجار بالبشر. من المسؤول؟ مين رح يوضع حد لهالمكاتب الغير شرعية، لهالتطبيقات الغير شرعية اللي اليوم عم بتصير بلبنان؟ وهل الطفولة بخطر؟ أهلا وسهلا فيك خادم جمعية سعادة السما الأب مجدي علاوي. مجد الله، صباح الخير، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا بي. شو عم بيصير بالواقع على الأرض اليوم؟ الأطفال عم تنباع بلبنان. بسم الله، يمين يشتري واحد. أمين. تفاجأت مثلك مثلي. إذا السيدة بتقلي أبونا الله معك استلمت المبلغ، تلا أي مبلغ؟ بعتت لي على الواتساب، تلا أي مبلغ وكرمال شو؟ قلتلي حوات لك على الويسترن يونيون، تلا باسمي؟ قلتلي لا، باسم علي شي. قلت له بخصوص شو؟ قلت لي ما انت حكيتني وقلت لي عندك توم وبدك تبيعني اياهن وعبكره تسليم الساعه 5. فنعم. قلت له وانت اللي انت مشغول عندك دفن بسنه مصريه اخ شربل. لا عندي اخ شربل ولا عندي صفحه. المهم فتنا على صفحتهم وعلى الماسنجر، قلت لها للسيده بعثي لي كل شيء. بعثت لي صوره الويسترن يونيون، دفعت لهم دفعه اولى 1700 دولار، بعثت لي الماسنجر بينه وبينهم ارقام تليفون اشخاص لبنانيه. حاولنا فتنا على صفحه لقينا صوره ابني الله يرحمه ماتيو وصورتي مكتوب عليها صفحه الاب مجدي علاوي، صفحه فاتحينها باسم الاب قرصني. نعم. فاول شيء تشبيه لإلي، تشبيه لجمعيتي، لان بحياتنا نحن ولا مره احنا نؤتمن على الطفل يلي القضاء بيحطوا عنا يلي هي محكمة الأحداث. نحن مؤتمنين عليه، نحن علينا نربيه نطعميه نغذيه صحيا ونفسيا وجسديا وروحيا، ما علينا أبدا نقول يعني حتى ليه حت انت ليه نعمل ليه حت انتظار لعيلة بديلة. نحن ما خصنا إيه يعني. أنتوا كمان ما في طلبات عندكم بجمعيتكم للتبني مثلا؟ أبدا ما عنا ولا بتقبل ولا بقبل. بشكر ربي لأنه خلي يكون مرجع واحد هو القضاء. يمكن انا بكره اروح، يمكن يكون في شيء موظف عندي يستغل بمادي. ليه؟ الشيطان هين والشر هين. المادي اليوم بتغري، اليوم الوضع على كل الموظفين وعلى كل العالم بيغريهم. ايه بس في ناس عم تتبنى وين؟ عند الاطباء بيتلفنوا لهم بالليالي. في كمان يعني جمعيات هي مختصه بهالشيء. نعم، في جمعيات من قبل الدوله ومن قبل الكنيسه محددين. نعم. وكرمال هيك ليش بدنا نحن ليش بدنا نعمل هيك بي؟ ليه بدي يقولوا لي بنحط محامي وندفع له مصاري؟ شو هالخبريه؟ وليش بدي روح على جمعيه وحط اسمي لحت الانتظار؟ يا خيي هين كتير، هين كتير. روح على مكتب حمايه مكتب اتحاد مكتب الاحداث حمايه الاحداث. نعم، باي محكمه من المحاكم اللي انت تابع لها، وروح لهونيك خذ رقم قدم طلب. بيقولوا لك شو بدك تجيب وراء؟ اكيد في كتير عده اشياء. بيدرسوا لك ملفك، اذا ملفك حقيقه بيستحق انك يكون عندك عائله بديله تسلم طفل،
بيحولوك على المؤسسه اللي حاطين فيه طفل هن من قبلهم، وهيك ساعتها بتروح على وبدون مصاري، بدون مصاري وبدون 5000 دولار و10000 دولار و4000 دولار، وهيني فتره زمنيه قليله، واذا كان دوائر فاتحه يعني كتير هيني، بتروح على المحكمه الماروني السعدة او الكاثوليكيه او الارثوذكسيه، بتسجل الولد ورجع بتحوله احوال الشخصيه وخلصت وانتهت. يعني منا هالقد الشغله. طب ليش الناس عم تدخل بهالتونيل الغير شرعي؟ لانه اهين لهم واسرع لهم، اهين واسرع. بدك ما بدهم يحصلوا على الاوراق، بيحصلوا لانه في اشياء كمان مسهله بغير ما قلت لك اليوم، يعني الفساد منتشر. ابونا العوز العوز والفقر بيعلم على كل شيء. وانا ماني عم برر، ماني عم برر، لو نحن المؤسسات تبعنا من فوق ونزول حاكموا يوم حدا كان فاسد ما كنا وصلنا للاشياء. انت بتعرف بالامارات اذا واحد بيفسد شو بصير، او بالسعوديه اذا يعني فاسد بقلب الدوائر تبع الدوله بتعرف شو بيعمل عمل فيه، وباي دوله بالعالم. انا عم بحكي عن دوله خليجيه. طب نحن ليش خلينا الوضع يفلت هالقد؟ من المعنى؟ من المسؤول؟ وين التوعيه؟ يعني كمان في توعيه، لانه بنعرف كثير ناس بدهم يتبنوا ما بيعرفوا لوين بدهم يروحوا، مع مين لازم يتعاطوا، بيتصلوا بجمعيات، في اطباء معلش خلينا نقول بيتصلوا بالليل فيهم، في شبكه للاتجار بالبشر عم بتكون سريعه كثير واقوى من الدوله، وعم توصل لكل الناس اللي هي بحاجه لاطفال داخل لبنان وخارج لبنان. من هي هالشبكه الاب مجدي علاوي؟ لكي الشبكه هي ما بعرف 90 هي اللي دخلت وقرصنت عندك صفحتك. صفحتي نعم. عملت صفحه اسمها صفحه الاب مجدي علاوي، والعالم ما دست على اللبناني، ما جربت تعرف، ما اشتكيت، شو عملت؟ نحن من 3 اشهر تقريبا قدمنا شكوى بالنيابه العامه، لانه كانوا عاملين هالصفحه وبلش يدقوا للعالم انه عندنا مريضه بدنا هالقد منها مصائب، بدها هالقد عمليتها باسمي يعني انا ولا مره على صفحتي اذا بتشوفي بطلب مصاري او بدق لحالنا تطلب، انا بقول شو بدنا اغراض، ولا مره قلت انه بدق لاشخاص، هني عم بدقوا لاشخاص باسمي بيقولوا انا مجد لله ويسوع معكم ومرشبي يحفظكم، وعندنا هالمريضه انا ابونا مجدي معكم، بيقولوا انا ابونا مجدي، يعني منتحل صفاتي، منتحل صوتي، منتحل كل شيء. ومهم نحن من 3 اشهر وقعنا حدا، تصيبنا حدا باتفاق مع القوى الامنيه انه ضلينا نلاحقوا لهجره على الماسنجر، واعطيني 1000 دولار اول مره، قال بعد بدل المريضه 700 دولار او 1000 دولار بعد، قلنا له وين بدنا نلاقيك لنعطيك اياهم بكره؟ قال بالحمرة. وهيك القوى الامنيه طبت ولقطته، اذ بتفاجئ بعد يومين مدعي العام بيطلعوا من الحبس. هيك كان سناره تنتصيد هالصفحه هالعصابه اللي ليش طلعوا من الحبس بالاول؟ انت بتعرفي طائفته او حزبه، انت بتعرفي كل شيء مسيس بالبلد، وطالما نحن بعدنا مسيسين لطائفتنا وحزبنا مش لوطننا، فاذا منتشرين وما فينا نطلع لهم حد. اكيد ساعه اليوم لك بعد يوم بيفصلنا عن اكبر انفجار بالعالم، ثالث اكبر انفجار بالعالم، هزت الدنيا 230 ضحية. شو نعمل؟ ما كأنه في شيء، ما كأنه في شيء، ما كأنه بيعني لهم. عاملين العطلة رسمية؟ لا مش عطلة رسمية أبدا، يوم حداد وطني. لا مش مثل ما أنتم بدكم. نحن اليوم ما بعرف بيقتلوا القتيل مش بجنازته، بيبعتوا إكليل، بيبعتوا إكليل قال ممثل عنهم. فكر من هيك اليوم بطلب من انا قدمت شكوى ورجعت امبارح، لانه بدي بشكوى بقرصنه صفحتك على الفيسبوك. وشو كمان حكيت مع القوى الامنيه؟ القوى الامنيه راجعت وحاولت تعمل، قال لا بدك ترجع تقدم، قال المدعي العام رجع قدم طلب ثاني. تقديم طلب ثاني مهيني عندهم بالنسبه لهم، طوابع ما في، بدك تروح تقدمي عن طريق محامي تقدم الشكوى، يروح يسجلها بالمحكمه ببعبده ليرجع ياخذوها على المعلوماتيه، انتم بتعرف شو بصير. كم هيك طلعت على كل وسائل الاعلام وطلعنا على الصفحه انه يا قضاء اشتغل بدون ما اقدم للنيابه العامه بدون عم. بس هن يعني بالقانون لازم يتحركوا كمان ابونا. ايه في مدعي عام هو بيتحرك اكيد فيه. هي جريمه، هي جريمه باسمي عم بينتحلوا صفتي واسم الجمعيه، يعني مش مزبوطة، وعم بيبيعوا اطفال وهميه صور، عم بيحطوا صور. بقول لها للسيده اكثر من 11 ضحيه بلبنان وست ضحايا بريت لبنان وقبضوا كلهم مصرياتهم، يعني اخر وحده امبارح من منطقه درب عشار بالكوره اللي اتصلوا فيي على الماسنجر وقالوا لي انا ابونا مجدي علاوي. لا ولا ممكن انا اطلب منك مصاري. ف
يعني ليه بعد هلا بعد ما وصلنا الى خيوط هالجرائم لا. اللي عم تنعمل لا يمكن يكونوا على الحدود اللبنانيه يمكن يكونوا بسوريا من سوريا من وين المعلومات انا امبارح اتصلت بكل امن يعني لحد هلا انه بقول لما عندكم كان هلا احنا رح نحاول نتصل بالعميد جوزيف مسلم بس مش عارفين يمكن بده اذن لحتى يطلع وهيك لحتى نشوف فعلا يعني العميد شو عم بيصير العميد مسلم هو عم بيساعدني نعم وهو يلي من اول تكي عم بيتصل يقول لي طلع على الاعلام من اول تكي بيقول لي وجه العالم انه نحن ما عندنا حدا بيروح لعندكم ما عندنا حدا بيقبض بالطريقه ما حدا بيتصل بيقول بدنا مصاري بدنا كذا نحن بنحط على الصفحه تبعنا صفحة جمعية سعد سما العميد مسلم هو اللي قال لي يعني هني اللي لقطوا أنا تعاملت مع العميد مسلم هني اللي لقطوا الشخص وبرجع بسأله أنا بعد يومين شو صار بس هو القضاء إيه بيقول لي مدعي العام مستعد القضاء إيه بيقول لي مدعي العام فلته ما بين على شيء كيف ما بين ما لقطني بجرم المشهود عم بياخذ المصاري ما هو أول مرة أخذ $1,000 إيه لقطني بجرم المشهود يعني لقطني بجرم المشهود كيف تفلتوه ليه ما طلعت الشبكة طبعا احنا يعني مصيبتنا بقضائنا ما فينا نعمم دايما بنقول عنا قضاة نزهاء بس المصيبة كمان هونيك لأنه ما في معاقبة مثل ما لازم أصدقائي المشاهدين والمستمعين أرقام تليفونات صوت لبنان بتصرفكم 01-325-555 الخلوي 76-611-003-005 واتساب كول 76-611-001 لحتى تبلغوا كمان يعني وتشاركونا بهالحلقة شو عم بيصير فينا نقول الطفولة بلبنان في خطر يمكن الطفولة بالعالم يعني أهلهم عم بيرمون العلاقة الغير شرعية عم يعني بيكبون بالزبالة مع أنه في دور حماية اجتماعية في دور أحداث مش هيك اللي صار معنا نعم واللي عن جد وأنا كأول مرة قلت كبوا ما قلت حطوا الأولاد كبوا الأولاد كبون نعم هاي الزهرة لأول مرة منشوف مش رضيع منشوف طفل عمره احنا كنا نشوفها قبل ايه كنا نشوف رضيع أول منه ولادة حديثة نعم ما كنا نشوف ولد عمره أخت عمرها سنة والصبي خيّة عمره 3 أشهر ما كنا نشوف هيك وما شفنا ينحطوا بكرتوني كنا نشوف رضيع ينحط أوكي ملفوف أو قدام مؤسسة قدام دور عبادي أو في مطارح كان ينكب قبل لأنه كان هيني في شبكات هدفها إنجاب وتسهيل أمورها عن أطباء وتسهيل بيعها لبلد برا وانتو بتعرفوا 86 لبنان قديش بيع اطفال وخاصة بيروت يعني معروف في وثائق في كل الاشياء هيدا شيء كان معروف بس مش مثل هالقد مش مثل هالطريقة اذا ما قدرت انا بيع ابني انا بكبه بهالطريقة انا اليوم بقول لها والاهل اذا عم بيسمعونا ما تندموا وتاكلوا اصبيكم ندامي روحوا على القضاء وتحملوا مسؤوليتكم ورجعوا اذا بحاجة انتو طبيب نفسي بحاجة لمساعدة اجتماعية بحاجة لمساعدة مادية بس انت حضرتك بتعرف ابونا في علاقات غير شرعية بتصير وهي نتيجتها ممكن انه يكبوا اطفاله لا معلقات شرعية في كتير عالم نحن عنا في مار كتير وما كبوا اطفالهم وما بدهم يكبوا اطفالهم وحن عايشين معنا ومن كل الجنسيات ومن كل الطوائف فاليوم ما في شي ببرر بنتي انه كب ابني طيب هيدا بالكب ماذا عن سوء المعاملة بالحضانات بالبيوت بمراكز دور الأحداث يعني الجمعية اللي طلعت عبر العلن ثاقبت وطلعت ما هيك بس يا ما في جمعية مثلا اليوم عم نسمع عن أستراليا أنه الحارس هونيك بإحدى دور الأحداث تعدى على 91 وحن أوصب 71 يعني الرقم مش دقيق طفل من يحمي الأطفال حتى بدور الأحداث أول شيء لأنه المراقبة غايبة مش هيك؟ يعني اليوم بالحضانات المراقبة غايبة بدور الأحداث المراقبة غايبة إذا الأخلاق غابت نحن شو مصير هالأطفال؟ أبونا قبل ما روح هدول الأطفال شبكات الأطفال اللي عم نشغلها بهالليالي وبنهارات من الصبح لعشية بين السيارات شو عم نعمل؟ هيدا شيء بيعاقب عليه لأنه بس عم نشوفهم كل يوم على مرأة من القوى الأمنية أنا بدي أقول اليوم هؤلاء الأولاد صاروا بيعيشوا بيعملوا مع بعض علاقة جنسية ونحن زتيناهم لهونيك إنه صاروا شاذين جنسيا هؤلاء الأطفال بيشربوا الكول مع بعض هؤلاء الأطفال بيشربوا دخان مع بعض هؤلاء الأطفال يمكن صاروا اليوم شغيلة ليروجوا مخدرات اليوم هؤلاء الأطفال
يلي نحن شايفينه على قدام عينينا كلنا سوا. نعم. وقدام كل المسؤولين بيقطعوا حد منهم حد اشارات السير، وقدام المطاعم والبابات وبنشوفهم بالليل عم يشتغلوا. هؤلاء الاطفال كل واحد مسؤول ما عملوا شيء هو مجرم، وكانه اغتصب اكثر من انه اغتصبهم. بس هني موجودين على مرأة من عيون الكل. انا اليوم يعني مش مخبيين. انا اليوم كان عندي دار لالهم سكروا لي. ليه؟ لانه خافوا انه يكونوا يصيروا مسيحيين يعذبونا عليه. وعلى انا بحكي لك اياها، افضل مثل ما انهم هلا حاطينه على الطرقات. بس في حدا عم بينزلهم، بيجي فان بينزلهم. بدي اعطي وسام شرف للطوائف اللي سكرت لي، مش الدوله سكرت، طوائف حاطين لهم وسام شرف. وبكره بس اطلعوا عند ربنا انتم يلي اخذتوا قرارات محاكم تبعكم الدينيه انه تسكروا كرمال ما يصير عذبونا عليه مسيح وحنا على الطرقات في المسجد الرومي، بكره شو حتقولوا ربنا؟ سكرت مركز بلش يتعلم فيه محو أمية، بلش يصير عنده سلام، بلش يتعالج نفسيا وجسديا، بلش ياكل مزبوط، بلش يحس حاله إنسان عنده كرامة. فاكر من هيك؟ بس أبونا في دور كمان ما عندها كرامة، يعني أصحابها ما عندهم كرامة وما عندهم أخلاق، واللي صار طبعا يعني بالجمعيات اليوم. مين مسؤول عن مين بيعطي رخصة؟ الوزارات، في عندك الداخلية، عندك وزارة الشؤون، وزارة التعليم، وزارة التعليم، يعني هو دور حضاني. كل الوزارات بيعطوا رخص، بس يعني اليوم وزارة الداخلية هي الأساس. ايه؟ هي الأساس. نعم. يعني مزبط. وبيروحوا لعند غير وزارات، يعني حتى في بعض وزارات ما بيتبلغوا انه انشئ جمعية. بس كيف بلا بيرجح بالكتاب الرسمي بسموه، بس هيك تبلغنا انه حتى ما بتوصل. بس نعم. انا سؤال. نعم. انا ساعت انا ما رح ارجع للماضي، بس انتم بتعرفوا احدى مدير عام احدى الوزارات عمل كتاب رسمي للعالم عمما للقضاء والاحداث انه ما تحطوا ابونا عند ابونا علي وولاد. كمان اشياء طائفيه. نعم. يعني عم تحكي عن الشؤون مثلا. نعم. ومثلا مدير عام الشؤون مثلا، عندك مثلا حدا بالشؤون هلا من يومين ساعه لقوا الاولاد على نهر ابراهيم بكرتوني، بتقول لاحدى اعلاميه كنت عندها كنت مباشر معها، بتقلا انه كان اتفاق العائله مع ابونا علاوي يحط الاولاد بنهر ابراهيم بالكرتوني. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليها. اول شيء ما بعرف اذا هي بوزاره الشؤون. نعم. اذا هي صارت مش الحايك تيجي تسالنا معلش، يعني اليوم نتوجه للوزير انه ينعرف مين هي وتتحاسب، مش هيك؟ يعني انا بسالها كيف بتقدر على ضميرها تقول ابونا علاوي كان عنده اتصال مع العائله وقالت له حطوه بكرتوني. ايه بس ما انت ما تواصلت مع وزاره الشؤون. ليه بدي اتصل؟ هني ما اتصلوا فيي وقالوا لي شو بدنا نعمل بالولاد؟ شو بدنا ضجة العالم بالولاد. حالا قال لي وزاره الصحه انه قديش بتقعد بالمستشفى، قديش في المستشفى تكاليف علاجهم للولاد. حالا سال لي كيف بدك لاخري، انا ولا مره بطلب منهم. وكل من هيك ما عندي اتفاقية مع حدا، بشكر ربي اتفاقية مع بيي. نعم. لأنه ما بدي عوز حدا منهم. على الخط مباشرة رئيسة اتحاد حماية الأحداث أستاذة أميرة سكر، أهلا وسهلا فيك. نقطع الخط يعني بنرجع بنحاول مرة تانية لنشوف يعني كيف هالجمعية قدروا عرفوا شو عم بيصير بداخلها. نعم. أنا بدي أسأل يتأكدوا من قبل ما يعطوا الرخصة بليز. مش يتأكدوا يراقبوا قبل ما تعطيهم. عليه في مراقبة، في شيء اسمه مراقبة. ليش كتبت الرخص بهالفترة بالآونة الأخيرة؟ وين كتبت؟ لجمعيات؟ لجمعيات. لأنه عم تجي مساعدات من برا. كرمال هيك ليش ما بنشتغل على بندعم المؤسسات الموجودة؟ ليه بدنا نزيد مؤسسات الزيت؟ طيب خبرنا بيجوا بيراقبوا عندكم الجمعية؟ نحن نحن على اتصال بوزارة مش على الاتصال، هن بيجوا لعندكم. بيجي لعنا وزارة من اتحاد هيك ببلغوكم انه جايين ولا بيجوا فجأة؟ لا لا لا، عندنا من كرامة يلي هن من قبل اتحاد حماية الأحداث، عندنا من قبل القضاء في وراء رسمي على طول. نحن إذا بناخذهم عند الحكيم بدنا ناخذ إذن من القضاء. نحن إذا بدنا ناخذهم حتى إذا بدنا ناخذهم رحلة بدنا ناخذ إذن من القضاء. إذا بدي آخذهم على أي مطرح ما فيني قبل ما بلغ. طيب ماشي، القضاء مفصول فإذا لا لا لحظة يعني قاضي الأحداث قاضي يعني كثير بشدد على إجراءات وغايب عن إجراءات ثانية إنه المحاسبة. قضاة الأحداث لا، قضاة الأحداث شبوبا عن جد، شبوبا لإلهم، لاتحاد حماية الأحداث، لكرامة، لكل هالجمعيات اللي اليوم صدقوني انت بتعرف من لحم الحي عم يشتغلوا بليز. نعم. من لحم الحي، ورغم كل شيء يعني خاصه انا هلا اخر فتره مع كرامه يعني شيء مش معقول. نعم. شيء مش معقول بيي. نعم. وقوى الامنيه ما فيني اقول لك قديش هم طيبين. انا طلبت من العميد مسلم انه يعطي مخفر جبيل يعطيهم تنويه
نعم أميرة سكر، أهلا وسهلا فيك، رئيسة اتحاد حماية الأحداث، يعطيك ألف عافية. صباح النور. أهلا أهلا أب مجدي، كيفك؟ صباح الخير يا بي مجدي. ليه اليوم دي يعني عم بتكون المراقبة فعالة على جمعيات يعني موضوع عندها بحولولة طبعا من القضاء ومن قبل القوى الأمنية أطفال وشباب وشابات صغار بالعمر، قدي المراقبة عم بتكون فعالة وشو صار مع هالجمعية اللي كانت طيب خلينا نقول عم بتبيع الأطفال عندها وعم بتعاملهم معاملة سيئة؟ أنا بتشكرك كثير لأنه اتصلت فيني بخصوص هالموضوع لأنه كثير مهم اللي نحن حنجرب هلا نوضحه. الجمعيات مثل ما كلنا بنعرف هي ترخص بعلم وخبر من وزارة الداخلية، أكيد اليوم في جمعيات من بعد ما بترخص وزارة الداخلية بتقدم لتطلب طلب كونترا مع وزارة الشؤون، وأشخاص كمان بيكونوا عم بيعملوا تعاقد مع وزارة العدل وغيرها من الوزارات، يعني كل جمعية تتعاقد مع الوزارة المختصة يلي هي بدها تاخد منها فاندينج أو تاخد منها مثل تمويل إذا بدنا نحكي. هلا في جمعيات ترخص ولكن ما بتاخد تمويل من الوزارات، هيدا هون بيجي التمويل خارجي اوكي، وهيدي ما بيكون في عليها رقابة. مدام نوال، اليوم اتحاد حماية الأحداث والقضاء لما عم بيشير على القضاء انه خلي نحول هالأحداث او هذا الطفل على هالجمعية، بيكون قبل ما يحول عامل زيارته لهذه الجمعية، عامل التقييم تاع الجمعية بكل جوانبه اوكي، وبقدم تقرير للقاضي وبالتالي بيحول اولاد لهيدا المكان. ما بيكفي انه نحول الاولاد وانما بده يكون عم بيعمل زيارات دورية. هذه الجمعية يلي عم نحكي عنها يلي عم تقولي انه صار فيها اتجار، يلي كشف الموضوع كله هو مندوبات الاتحاد لحماية الاحداث يلي اثناء الجلسات، يعني لما بيجي القاصر على جلسة او تطلع المندوبة على الجمعية تعمل زيارات، سواء هالزيارات كانت بموعد او فجائية، اللي بيصير انه مباشرة بيقدموا تقاريرهم للقاضي الأحداث، وقاضي الأحداث بتستدعي الولاد وبتحكي. اللي صار انه نتيجة تقارير تقدمت لقضاء الأحداث من مندوبي الأحداث، وبالتالي تحقق بالمواضيع وتبين المخالفات الجسيمة اللي عم بتقوم فيها الجمعية. نعم يعني اليوم عرفت يعني هيدا اليوم اللي بين للإعلام، بس نحن كاتحاد ما بنطلع منقول نحن اللي كشفنا، ونحن بالنهاية في دور أكيد كبير ومهم جدا لقضاء الأحداث، في دور كتير مهم لقوى الأمن، وفي دور كمان مهم لمندوبات الاجتماعيات يلي هم اكتشفوا هيدا الشيء اللي عم بصير وبلغوا بكل شفافية وخبروا عن المخالفات الجسيمة يلي عم بصير. هلا بعدها موقفة ولا طلعت؟ حاليا بعدها موقفة حسب علمي، بعدها موقفة. هلا كمان بدي اوضح نقطة كتير مهمة، نحن بنهتم كاتحاد بمصلحة الطفل الفضلة، نحن ما بنقدر بسلطتنا نتابع الجرم الجزائي على الأشخاص اللي هن اعتدوا على الأطفال، نحن بهمنا ومنتابع الأولاد وحمايتهم. هلا بنقدم شكاوى، اوقات بناخذ حتى الادعاء الشخصي، اوقات على الاشخاص على كجمعيه، وانما القانون اللبناني يعني اوقات القاضي بيقبل ناخذ ادعاء صفه ادعاء شخصي، اوقات ما بيقبل، بيقول هذا مش من صلاحيتنا وهذه في عليها خلاف. لهيك نحن اوقات ما بنقدر نلاحق المعتدي الا اذا بناخذ توكيل من اهالي الضحايا لنقدر نتابع بصفتنا كمحامين عن الاتحاد. طب نحن بنعرف في مؤسسات رعاية مفلسة ما عندها أموال، ما عم بيجيها تمويل، وهي عندها أطفال، يعني شو مصير هالأطفال اليوم؟ هو شوفي، لما ما بيكون في تمويل طبعا الخطر بيكون كتير كبير على الأطفال، لأنه كيف بدك تطعميهم، كيف بدك تساعديهم، كيف بدك تشتغلي. هلأ أنا ما في شك أنه هيدي الجمعية لجأت لنا كاتحاد لحتى نعطيها ريكومنديشن، يعني توصية لدى الأشخاص اللي مولوها، بعيدا عن القضاء، بعيدا عن أنه هن ياخدوا الريكومنديشن من قاضي الأحداث. نحن رفضنا، نحن رفضنا لأنه نحن عنا معطيات كانت كتير خطيرة وما سمحت أبدا بمطلق الأحوال أنه نحن نكون عم نعطي هذه التوصية. اليوم أي حدا بده يعطي مصاري بده يتأكد أنه هيدا الدعم عم بيروح بالمكان الصحيح، مش عم بيروح لجيوب ال. طيب شو مصير أميرة سكر، شو مصير الأطفال اللي كانوا بهالجمعية ورئيستها؟ كل الأطفال
كل الأطفال اللي كانوا بهالجمعية تم العمل على تأسيس، أكيد هني عندهم ملفات حماية موجودين بهالجمعية. أوكي، اللي صار إنه نرجع نعمل لهم تقييم جديد وتحولوا لجمعيات أخرى، توزعوا على جمعيات أخرى استقبلتهم، وفي أشخاص قدرنا نلاقي لهم حلول أخرى يعني تانية. نعم. لأنه اليوم أنت بتكمل عم تشتغلي ككيس مانجمنت، تشتغلي كمان مع العائلة تبع الآسر. أوكي. نعم. هلا إذا هو العائلة صارت شبه أو تقريبا حاضنة لهيدا الولد، لأنه بالنهاية الولد محله مش بالجمعيات، محله بحضن عائلته. صحيح. فإذا أنت شغلتي مع العائلة اليوم وقدرت العائلة تستوعب وضليتي عم بتراقبي، وكثير في تنسيق بيننا وبين الوزارات وخصوصا وزارة شؤون، اللي هي كمان بترجع بتتابع بشكل اجتماعي من بعد ما ينسكر الملف القضائي لحتى يضل القاصر متابع، وفي تنسيق كثير عالي بيننا وبين وزارة الشؤون. وفي مراقبة من هي وزارة الشؤون، في مراقبة على الجمعيات اللي نحن بنحول عليها كقضاء أحداث، كجهة تعمل مع قضاء الأحداث، بقصد أي في مراقبة على كل الأطفال اللي نحن حاطينهم قضائيا. نعم تفضل. الأطفال اللي حاطينهم غير ما بعرف اجتماعيا، أكيد وزارة الشؤون عم بتتابع. هلأ هون السؤال لوزارة الشؤون. نعم. هني بيجابوا أحسن مني. أب مجدي بحب بيحكي معك، تفضل. أنا بدي أقول لك، نحن بس ولد ما حدا جمعية بتاخده، نحن معنا اتفاقية مع أي وزارة، بدقوا بابنا المخفر الساعة 11 أو 12 بالليل، واحد آخر بلد من شي 10 أيام بمخفر برج حمود، نام ليلي بالمخفر، عمره 4 سنين. حرام. إيه، لأنه ما حدا أخده وما كان في جمعية تستقبل، وكل دور كل تقريبا معباية. فنحن اعتصار. ما بتقول لا لحدا أبدا. مجدي أبدا ما بتقول لا أبدا، وشو ما كان عرقه وجنسه ولونه. أبونا مجدي، نحن ما معنا خبر عن هيدا القاصر كاتحاد، ما بعرف إذا بلا غير كرامة جمعية. كرامة حولته مع طريق رئيس جوال بحيدر. ما بعرف اذا ما عم اقول لك انه نحن كاتحاد ما بنقبل ولد عمره اربع سنين لو بدي شو ما بدي اعمل انه ينادي مخفر. ايه بقول انا ما انا عم بقول لك انا اجاني اتصال مع كل المحبه لك هو الامن وتعبهم يعني صدقوني. كيف بتتدخلوا يعني؟ كان لازم تتبلغوا اول شيء فيه، مش هيك اميره؟ لا، هو القضاء بيسمح بالاتصال بس فقط بجبل لبنان، يعني في محافظه جبل لبنان، لانه الوزاره متعاقده مع كمان جمعيه اسمها كرامه. اوكي، هلا نحن كاتحاد يعني بمره من المرات في عنا قاصر بصيدا عنده اعاقه، المندوب الاجتماعي ضلوا مع القاصر لمده 3 ايام بالمستشفى بدل اهله، لانه اهله ما كانوا غايبين عن السمع، وما ترك القاصر لحاله يعني. إيه والقاصر ما ترك برج حمود لحاله. مين كان معه؟ مع كرامه. مع كرامة. لا أبونا لا. شكرا لك أميرة سكر، أهلا وسهلا فيك. رئيس اتحاد حماية الأحداث أب مجدي، كيف بدنا نخلص من هالقصص؟ الحل، أعطيني الحل. شو لازم ينعمل اليوم؟ نحن فينا نوصل لصفحات مواقع التواصل شو عم بيصير؟ تنلغى مكتب إتجار البشر، مفروض هو يعني طبعا هو الأمن الداخلي. تفضل. في عندي قاصر من القاصرين اللي محطوط عنا ببيت القاصرين اللي سكرني هون، نهار بتجد بنت على المقعدة على القديس تبعنا، بس يخلص القديس عمره 11 سنة مش مال لبنانية، بتقول أنا مقعدي وحلمي أمشي، وأنا تأمشي عمليتي بتكلف بإحدى المستشفيات 11,000 دولار. وأنا من الميت من ولا فرانك بطلب منكم. هي طلعت هي أول شيء خملتها مسيحية، لأن بالقديس إشتعل القديس. هي طلعت مش مال لبنان ومنها مسيحية ولس لبنانية. العالم بالقديس سمعوا بس فلوا، ما حنا تبرع لها بشي. هذا القاصر طلع على المسبح لفوق وقال لي انت ادب، انا ادب كلفك كل يوم اكل ومعلمات وشرب والى اخره، قيم لي اياهم هودي، انا ما بدي على جمعه لا اكل ولا اشرب ولا اسادي ولا شيء، وانا بدي اروح لم حديد مثل ما كنت لم، وبدي بيع حديد لحتى اساعدها بالمستشفى. هذا الولد القاصر، اذا بتشوفوا صور، عندي صور له كيف صار اسود كله سوا، لم حديد طلع له 700 دولار يومتها، اكثر من حدا غني نايب او وزير اعطى، اكثر من اهله اهلها بينتخبوه. ف دقيت وقتها للوزير، وزير العدل جريساتي، وكانت الرئيسة حرير يمكن الرئيسة هلا، مهم رئيسة بتعقد. جيت الصور، رحت لعنده اجتمعت فيه، وكانت موجودة بيت الخطيب يمكن. نعم. مسؤولة هي، لا وهي بتعرف إذا سمعتنا. جيت الصور قلت له هذا الولد اللي حس بهالبنت
أكثر من كل الناس يلي كانوا بالقداس. فقال لي قلت برافو، وصار في صرنا فينا نعمل اكتيفيتي بريت الواحد كلمه هيك. بقول لك برجع بقول لك هول اللي عايشوا على الطرقات، اللي عايشوا الظلم عايشوا الفقر، هودي عم بيجيبوا هلا مويان عندنا 16 و17 و15 عم طلع الاول بالمدرسه، يعني اخر ولد نحن جبناه من سنتين عمره 11 سنه بحياته مش فات على مدرسه، اليوم مع انه بفوتني على صف اقل من عمره بجيب 16. طب اليوم منين تمويل ابونا مجدي؟ يعني اوقات مش دائما تمويل بيكون مرحرح. ابونا نحن في عندنا بي اسمه يسوع. انا متكل عني ايه ولا مره، انا اذا بتجي لعندي اذا بتشوفي ورقه بيضاء اكاتر مشاريع 2022-23 بتركها بياض، شكرا بي يسوع الخادم حقيقي مجد عليوي، ميزانيه 2022-23 كمان بياض، شكرا بي يسوع الخادم حقيقي. انا ما بحط، انا نقيت افضل بنك وافضل مهندس وافضل طبيب وافضل بي هو يسوع، قلت له انت استلم المشروع جميل. قبل 11 سنه كنت انا 9 أشهر بالسنة بدي أبيع طنبلة وسهرات وعشوات وغدوات وكل شيء لحتى الجمعية. من 11 سنة قلت له يسوع خلاص أنا بهتم بالناس وإنت بتجيب لي المصريات. وهيك عم بيصير؟ وهيك عم بيصير. نحن ولا نهار نمنا كنا ناقصنا خبز أو مزوت أو مي أو أكل، لأنه عندنا بي ما بيأفلس لا من حبه ولا من عطاءاته. شكرا لك خادم جمعية سعادة السماء الأب مجدي علوي. مع طبعا احنا تواصلنا مع العبيد مسلم، يبدو انه مش موجود هون، لازم ينوضع حد وبسرعة لكل اللي عم بيتاجروا بالأطفال لبنان، ولازم يتقاصصوا اللي بيكبوا أطفالهم، اللي بيرموا أطفالهم بالشوارع إن كان عبر علاقة شرعية أو غير شرعية، هيدا مش مسموح، ولازم نبلش من القضاء، لأنه هونيك لما بيكون الحكم قاسي وبيوجع ساعتها نحنا ما منرجع نعمل زيت العمل، مش هيك أبونا؟ يعني أكيد، بس برجع بقول لك إنه اليوم في دور عبادة كتير، يحطوا ابنه قدام دور عبادة، بس ما ما يتركوه بس يدقوا على الباب، يدقوا على الباب وفلوا، نعم. يعني بعتوه مع حدا غريب شيء، اعملوا أي شيء بس اوعى تتركوه، اوعى تتركوه بالزبالة، اوعى تكبوه، اوعى تكبوه. شكرا لك خادم جمعية سعادة السماء الأب مجدي علوي. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بدنا نحكي عن اليوم التسمم، حالات التسمم اللي عم تصير نتيجتها انقطاع التيار الكهربائي، شو عم بيصير كمان بالمطاعم، لو إنه حوادث متفرقة وقليلة بس كمان بدنا نضوي عليها، وكمان كيف فينا نحمي حالنا اليوم، خصوصا إنه مع انتشار المصانع اللي ما عندها شهادة منتج وكيف ما كان وغيره. كل هالعناوين مع ضيفنا الأستاذ والباحث بسلامة وتصنيع الغذاء في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور حسين حسن. فاصل ونتابع. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، متابعين نحن وياكم نقطة على السطر عبر إذاعة صوت لبنان، لنحكي عن حالات التسمم اللي عم بتصير، نتطرق إلى موضوع سلامة الغذاء والأمن الصحي، مين عم بيراقب مصانع اللي عم بتفرخ شمال ويمين وتطلع منتجات يعني ما في عليها شهادة منتج. اليوم كمان قصة انقطاع الكهرباء المتكرر عن البرادات، شو بيأثر على الأطعمة؟ بغض النظر عن الأصوات اللي ممكن تعترض وتقول إنه ما لازم نحكي عن هالشي اليوم، نحن بموسم سياحي واعد، ولكن في أمور ما لازم نسكت عنها، لازم يكون في توعية، ما لازم نسكت عنها أبدا، لأنه في حالات تسمم بالمطاعم وهي كتيرة. اللي عم تدخلوا على المستشفيات هيدا قليل بالنسبة للي موجود بالبيوت. اليوم لما نحن بدنا نحكي بدنا نحكي الأمور مثل ما هي، كل شيء بيتعلق بصحة المواطن بدنا نقوله، وحتى لو كان الحلو اللي عم نحكي عنه موسم سياحي بدنا نحوله إلى مر، بس نحن ما بدنا، مش هيك يا دكتور؟ صحيح. أهلا وسهلا فيك الأستاذ والباحث بسلامة وتصنيع الغذاء بالجامعة اللبنانية الأمريكية دكتور حسين حسن. أهلا وسهلا فيك. شو قصة حالات التسمم بالجملة اللي عم بتصير، نتيجة شو؟ هلأ من دون شك أنه خلال فصل الصيف بتزيد حالات تسمم الغذائي، لأنه بكل بساطة الجراثيم بيتكاثر نموه على الدفا ومنصير عرضة أكثر. كيف كان إذا كان الدفا كتير؟ بالضبط. يعني نحن منقول أنه منطقة الخطر لتكاثر البكتيريا بين 5 درجات و60 درجة، وبين 35 و40 درجة هي البيك اللي نحن هلأ فيه، فهذا الشيء أمر طبيعي تزيد حالات التسمم. أضف إلى ذلك أزمة انقطاع الكهرباء، سوء التخزين،
تلوث المياه ببعض المناطق، وهذا اللي اتضح بآخر حادثة وبائية صارت بالبقاع، أنه تلوث المي كان سبب هالحالات وتراكم. تعرفين كل مرة بنحكي بنفس المشاكل بالقطاع، تراكم إهمال من السلطات المعنية من ناحية الرقابة والمتابعة. نعم، اليوم الحجج اللي بتطلع دايما تحت شعار قلة المراقبين، اضراب الإدارة، ضعف الإمكانيات، تحلل مؤسسات الدولة. طب هالشي بيعفي السلطة من مسؤولياتها المراقبة؟ أكيد لا، أكيد لا. يعني بالنهاية السلطة مؤتمنة على الصحة العامة، السلطة مؤتمنة على الناس، بس بنفس الوقت في دور على القطاع الخاص، في دور على البلديات. يعني ما فينا مزبوط الدولة مقصرة، بس إذا بدنا نضلنا نحكي بتقصير الدولة ما حنقدم لقدام، لأنه كل عمرها كانت هيك الأمور، ما تغيرت عن قبل. فهون بيجي أهمية دور أصحاب المطاعم، دور أصحاب المعامل، دور البلديات بمراقبة وتحسين واقع سلامة الغذاء بمؤسساتهم ومناطقهم. طب اليوم ليش منك متفائل بمستقبل لبنان الصحي؟ يعني عطول بتقول لا ما في تفاؤل، ليه؟ لأنه أنت لتحسني من الواقع الصحي بدك تضافر جهود. يعني بدك السلطات الرسمية، القطاع الخاص، كل الغذاء، بس مكتب بالضبط، حيطان بالضبط، ورئيس بس من دون صلاحية، من دون صلاحية مزبوط. يعني انت تعبنا وسنين نصرف، بالضبط بالضبط. يعني انت عشان توصلي للنتيجة اللي بدك اياها بدك كل الستيك هولدرز، كل كل الجهات المعنية، صحة، كله يشتغل سوا بالموضوع. للأسف اللي عم بيصير ما في تضافر جهود، ومن الأساس الجهود عم بتكون خفيفة آخر فترة من وراء إضراب القطاع العام. نحن بالنهاية عايشين بيناتهم ومنعرف قد صعوبة الصعوبات المعيشية للمفتشين، لموظفين القطاع العام، أكيد أجادهم، بس بنفس الوقت هالمواطن لمين بده ينترك؟ فكيف بدنا نحكي عن مستقبل صحي واعد ونحن بعدنا موضوع سلامة الغذاء بنحكي فيه على منبرك من فوق 10 سنين وما في تقدم، ما في شيء تغير؟ بس غذائنا منه سيء، لا، مقارنة مع غير دول نعد وضعنا مقبول، بس وضعنا مقبول لأنه في إرادة من اللبناني أنه يضلوا واقف على إجراه. يعني بتشوف الصناعات الغذائية، المطاعم بيستثمروا بسلامة الغذاء، بيجربوا قدر المستطاع يحسنوا، لأنه بالنهاية غلطة واحدة بتفقدهم سمعتهم. إيه بس اليوم مش عم، يعني احنا بنعرف في مصانع كانت ترسل عينات على المختبرات، اليوم ما عم ترسل، صح. وهيدا كمان شيء صح، منه صحي، إلا إذا عم بتصدر مجبورة إنها تبعت عينة. هيدي بيت القصيد اللي منصدره منبعته على المختبر، منعمل له فحص حتى يعني البلاد، لأنه مجبورين، لأنه البلاد ما بتستقبله البلاد الأخرى. بس نحن اللي عم بالمواد اللي موجودة هون بلبنان ما عم تنوضع بالمختبرات، وهيدا مسؤولية مين دكتور؟ هلا هو موضوع يعني اليوم الغزة. يعني في عنا لجنة صحة نيابية، عندك وزارة الصحة، اليوم عندك مراقبين بوزارة الاقتصاد وغيره، بس القصة ما فيها انه اليوم المنتجات اللي عم تنبيع بلبنان مين عم بيحفز اليوم الصناعيين انه فعلا هي تنفحص؟ يعني صح، اللبناني لازم ياكل سام وبرا انه لا، للأسف للأسف هيدا اللي عم بيصير. هلا كمان لما المفتش بي 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 بيداهم أو بيكتشف مخالفات بمؤسسة غذائية عم ينبعث الملف للقضاء، فهل القضاء عم بتابع هاي المواضيع؟ ما كمان هون بنرجع للحلقة المترابطة، يعني في عندك نواقص بكل السلسلة ما عم بتخلينا نوصل لنتيجة. نعم، هيدا الشيء كان قبل كمان، احنا كل عمرنا بنحكي، بس كان قبل واليوم تفاقم مع طبعا الوضع الاقتصادي والمالي وغياب المختبرات، يعني صح، كمان وكمان ضعف القدرة الشرائية. يعني ضعف القدرة الشرائية، قبل كان اللبناني قادر يشتري منتجات غذائية من مصادر مرتبة مستوردة، من وراء الأزمة الاقتصادية صار في صناعات محلية وهذا الشيء ممتاز، بس هالصناعات المحلية للأسف ما واكبها مراقبة لجودة وسلامة المنتجات اللي عم تطلع.
من وراء اضراب القطاع العام، من وراء الغياب اذا بدك الاراده السياسيه لوضع حلول جذريه لموضوع سلامه الغذاء. نعم، القصة وفيها اليوم يعني سلامة الغذاء فينا نقول صارت صعبة المنال، مش هيك؟ صح. الوقاية ممكنة، نحنا بدنا نتوقع. ليش؟ أول شيء لأنه ما عندنا هيئة سلامة الغذاء، لأنه ما عندنا مراقبة فعالة فيه. وزارة الاقتصاد عم بتجول على المناطق، يعني عن جد رؤساء المصالة عندها صح. وعم بيبعتوا تقارير بس بتصطدم إنه أو بيرجع بيفتح أو ما بيتحاسب، مش هيك؟ وإذا ما في اليوم محاسبة ما بتوصل لحل. صحيح؟ مزبوط. يعني هلأ صار في قضية بمطعم بزحلة، حالات تسمم جماعية، أقفلوا المطعم مؤقتا. هيدي مثلا من الإجراءات الجيدة، لأنه لما بيشوفوا أصحاب المؤسسات أنه في متابعة ومراقبة من الجهات المختصة لأي حالات تسمم، بيصيروا هن ياخدوا إجراءات عحالون وقائية لما يوصلوا انه زبوناتهم يتسمم. هلا اليوم بدنا نحكي عن الاجراءات الوقائية اللي نحنا فينا ناخدها، بس معنا اتصال من رئيس لجنة الصحة النيابية النائب دكتور بلال عبدالله. اهلا وسهلا فيك. طبعا خير، تحية لك لفريق العمل، ضيفك الكريم، للمستمعين، للجميع. يعني وصل التسمم لعندكم. تسمم جماعي لمغتربين بمنطقة سياحية اليوم بأحد المطاعم. نعم، وتواصلت حضرتك مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة. شو القصة؟ وفق الإجراءات المعتمدة اللي بنفس الوقت يعني حافظ على صحة الناس، وأيضا يعني كمان على سمعة المؤسسات السياحية نفس الوقت. لذلك بعد ما تبلغت من أهلنا بالجي عن هاي الحالة، حكما تواصلت مع معالي وزير الصحة، مع الدكتور ثلاث أبيض، مع الدكتورة جويس عبود رئيسة مصلحة الطب الوقائي، وبتصور عندها خبرة وبيع طويل بهالملف استديوم اللي كانت مع رفيق وابو فاور، وكان تصرفها يعني مهني راقي بهدوء، واخذت كل المعلومات المطلوبة. وبتصور بعد ما يعني ظهور نتائج العينات اللي اخذت، وضحت انه يعني صار في تسمم معين. أنا عندي كل التفاصيل أكيد يعني، ولكن تحصل أحيانا هذه ببعض المطاعم، بعض المؤسسات، نتيجة إهمال الموظف، نتيجة ربما تساهل لبعض الأمور. ولكن أعتقد مش بحاجة إحنا اليوم بلبنان إلى هيك ظواهر، خاصة أنه أهلنا المغتربين موجودين هون، وإحنا بحاجة أن يكونوا مطمئنين إلى الأكل اللي عم يطلوه، إلى الوقت اللي عم بيقدوه. يعني لذلك تم التعاطي هالموضوع بكثير من الدقة من المهنية، وهلأ ربما كانت هناك بعد ردات الفعل والتصريح بفهمها أكيد، لأنه موسم يعني إنه لازم نسكت ما نحكي، موسم تنتظر هذه المؤسسات. بالنسبة لنا عندنا حرص كتير كبير على يعني وقعنا السياحي مؤسساتنا، ولكن أكيد بيكون حرص أكبر على صحة الناس. طيب صاحب مطعم يعني مسؤول، يعني كمان يعني لازم يكون مسؤول عن الأمن الصحي، هو فوق كل اعتبار. 130 شخص تسمموا بهالمطعم، هيدي مسؤولية كبيرة 100%. مش هيك، انا باول موقف لي ما سميت المنطقه ولا المطعم، ووضعت الموضوع بهيئه الصحه، وبعتقد برجع بقول لك يعني تحصل احيانا تحصل باهمال فردي، بخطا تقني معين، يعني مش معناتها انه يعني كمان ناخذ قرار باعدام هي المؤسسه، لا، في اجراءات معينه اقفلت مؤقتا هي المؤسسه لحين صدور النتائج. صدرت النتائج بتحدد الخلل وين، يعالج الخلل، في كشف تاني وزارة الصحة، وعادة يعاد فتح المؤسسة بدون يعني هي التدابير إذا بدك روتينية. هلا المسؤولية الأساسية ربما تقع على الرقابة الذاتية. اليوم مطلوب من كل المؤسسات المعنية بالشأن الغذائي، من الحفظ إلى الإنتاج إلى تقديم الطعام، مطلوب منها يكون عندها حد أدنى من المعلومات وال القواعد اللي تعتمدها من شهد حفظ والتعاطي مع الغذاء. وبتطور هذه يعني هذه شروط يعني المفروض تكون محترمة بكل المطاعم، هذه بديهية.
لانه المطعم بده يحافظ على حاله، السناك بده يحافظ على حاله. ليش ما قدرنا عملنا نحن بلبنان او فعلنا؟ عملنا بس ما فعلنا، يعني هيئه سلامه الغذاء اللي عشرات السنوات نحن عم ننادي فيها. واليوم معلش سؤال، يعني اذا نحن ما عندنا رقابه وما عندنا موظفين اداره عامه يقدروا يروحوا يتابعوا ويعملوا كبسات، هو في كبسات على المطابخ بتصير يعني من قبل وزاره السياحه او وزاره الصحه، يعني نحن فينا نعفي السلطه من مسؤولياتها اليوم واجباتها تحت سقف المحاسبه اللي لازم تخضع لها بالاستهتار؟ حقبا ما فيك تعفي المؤسسات المسؤوله، لانه هي بالقانون معنيه بهيدا الملفات. بتصور الفترة اللي كانت هالملفات بعهد الرفيق وائل وفاعول وزير الصحة آنذاك ضوت كثير على هالمسألة، وهي كانت المحفز لإصدار قانون سلامة الغذاء. هذا القانون اللي على أساسه تعين رئيس هذه الهيئة دكتور اللي عوض يعني يعطيه العافية ولا وحده ما بيعمل شيء، على شو يعطيه العافية؟ لا 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 خليك كفيلي بس. نعم ما هو ما لا يعني ما صدر مرسوم، ما تعين هيئة معه، يعني لم يعمل بهالملف بعد. صحيح دكتور، والمشكلة مش عنده، المشكلة عنده سلطة سياسية. لذلك أعتقد أنا إنه الوقت الحاضر مجرد ما في عندنا حكومة إن شاء الله بالقريب المنظور، أول شغلة لازم نعمل يعني تعيين استكمال تعيين هيئة سلامة الغذاء، أكيد من ملفات أخرى كان مثل الهيئة الوطنية للدواء وإلى آخره اللي بحاجة لمراسيم تعيين، لأنه هذا الملف بعتقد ومع المستقبل، مع المستقبل عندما يعني تنتظم الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية بالحد الأدنى بلبنان، يعني نحن سنكون على يعني إذا بدك موعد مع إجبار اتحادات البلدية والبلدية الكبرى أن يكون في كل واحدة منهم مراقب صحي شهادة، مش مراقب صحي بالتكليف. نعم هيدا علم، هيدا علم، هذا بتصور مهمة أساسية للبلديات واتحادات البلديات، مراقبة كل نقاط الغذاء، الملاحم، الدواجن، الخضار، المطاعم، كل هالملفات بحاجة لشخص مختص بيتابع هذا من صلب قوانين البلديات يعني ومهماتها. بدأ شوية تشتشد هذا الموضوع بالقانون لإلزام، لأنه يعني بتعرف البلديات بتستعد تحط كل إمكاناتها من ناحية جبهية ومن ناحية تانية حيطان صرف صحي، مسائل تفعيلية هندسية بالوقت اللي فيه إهمال للموضوع الصحي بالإجبالي نعم. بس اليوم قبل ما ننطر لتصير عنا حكومة وما بنعرف أي متى، ليش اليوم ما بنجبر المزارعين، يعني نحن التجار اللي طبعا بيبعتوا كل يعني الأصناف الزراعية على المختبرات قبل ما يصدروها، واللي عم ينباع بالسوق اللبناني ما بيبعتوا على المختبرات، وأيضا بعض المصانع يعني بتبعت على المختبرات يعني كل التصدير، واللي بينباع بالسوق اللبناني معفي من المختبر، يعني ليه ما منبلش من هون؟ أنا بأكد على كلامك أكيد، وهذا جزء من المشكلة. إذا بتروحي لقانون سلامة الغذاء بتعرفي انه هون عم تصير فيه رقابة وضبط من السهل من الزرع الى الانتاج، يعني كل حلقات الانتاج والتوزيع والحفظ والتخزين والصناعة الغذائية اذا موجودة بتكون تحت الرقابة. وهيدا موضوع منه سهل، يعني انت بدك تبلشي من المبيدات اللي عم تستخدم بالزرع لحظة وين تنتهي بنهاية الامر الى كل شيء اسمه انجريدينت واضافات توضع بتحضير المواد الغذائيه، اذا عم نحكي طحينه، عم نحكي بابا غدوج للتصدير، عم نحكي حمص، كل هالمسائل هيدي كلها برجع بقول لك هيدا علم في معايير محدده. هيدي يعني بتمنى هيدي الوحيده اللي قادره تقوم بهذه الملف فيه. متفقين عليكم بلجنه الصحه؟ نحن عاملين كل واجباتنا، يعني هذا موضوع بده قرار بالحكومه مش من الصحه، نحن عملنا واجباتنا وعملنا اجتماع خاص بهالموضوع وحضرت معنا وزاره الصحه وحضرت معنا وزير وزاره الاقتصاد مشكور مدير عام دكتور ابو حيدر، وحكينا بكل الملفات. برجع بقول لك الموضوع بدنا نضغط نحن واجباتنا من الصحه على الحكومه، بس لنا حكومه كامل الصلاحيات ان تستكمل تعيين هذه الهيئه، تستكمل يعني تشكيل ادارتها، لانه حكما هيدا ملف حيوي واساسي بلبنان، خاصه انه عم نقول لبنان بلد سياحي.
نعم. بس نقول بلد سياحي أهم مقومات السياحة يعني الأمن الصحي في سلام الأمن الصحي صحيح. نعم، وفي معامل كمان يعني عم بتوضع منتجاتها على رفوف السوبر ماركت وما معها شهادة منشأ أو منتج. إذا بدك هذا ستة جزء المشكلة، جزء أكبر من المشكلة إنه كمان نحن حدودنا مفتوحة ما بنعرف شو بفوت وشو بيطلع. نعم. على كل حال أنا بدي أشكرك رئيس لجنة الصحة النيابية أنا بشكرك إنك ضويت على الموضوع. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. اليوم نحن يعني أوقات منشم الأكل منشمه منقول لا أنه ما بو شيء، بس في مخاطر كيميائية وبيكون في سموم. نحن كيف منعرف دكتور حسين حسن؟ ولا مرة فينا نتكل على شكل الأكل، ريحته، طعمته، نقيم سلامته. شو بدنا نتكل؟ الطريقة العلمية الوحيدة هي الفحص المخبري، وأكيد نحن قبل ما ناكل أي شيء ما حنروح نبعته على المختبر، ما حنقضيها نبعت عينات على المختبر. فهون بيجي دور المصنع، دور المصنع أنه يراعي شروط التصنيع، يتأكد من أنه المواد الأولية عم تجي من مصادر موثوقة، وبعد ما المنتج النهائي يطلع يتم تخزينه وتوزيعه بالشاحنات النظيفة المبردة في حال المنتج معاوز تبريد. وأنا كمستهلكة بروح بشتري أنا شو أعرف. بالضبط، نحن كمستهلكين بهيك أزمة اقتصادية عم نضطر نروح على الأرخص، وهذا شيء طبيعي. بس كمان بدنا ننتبه أنه الأرخص أوقات بيكون نوعية أقل، بمعنى تاني بكل نوع منتجات في ماركات معروفة. يعني لما نقول مثلا ألبان وأجبان بلبنان، عندك 5-6 ماركات كلنا منعرف أن هيدي موجودة بالسوق من زمان، إلى سمعتها بتستثمر بسلامة الغذاء، بروح بشتري من هالمنتجات. ما بسترخص أني روح على قصص جديدة بالسوق مش معروفة من وين مفرخة، لأنه كل شيء للأسف عم يطلع. ما حنقول كل شيء، قسم كبير من المنتجات اللي عم تطلع بالفترة الأخيرة ما عم تحصل على الرقابة اللازمة، لأنه بكل بساطة المراقبين هلأ مثل ما قلنا بحالة إضراب. كمان بهيك وقت بالسنة ضروري نبعد قدر المستطاع عن المنتجات الخطرة. لما نقول منتجات خطرة مثل يعني شو يعني شو بنقصد فيها؟ اللي فيها ماي وبروتين. نعم. اللي هي اللحوم على أنواعها، الألبان وأجبان، والبيض ومشتقاته مثل المايونيز. فبهالفترة بهيك موجة حر هيدي المنتجات ضروري نخففها ونركز أكثر على المنتجات التانية مثل الفواكه، الخضار، الحبوب، البقوليات اللي هي. ماذا عن الصلصات؟ مشكلة، لأنه بشكل عام الصوصز بيتدخلوا المايونيز، كل شيء فيه مايونيز هالفترة بيخوف. نعم. هلأ الصانعي المايونيز رح ياخدوا خطرهم منك. مستعد؟ هلأ عم نحكي علم بالنهاية. على الخط مباشرة معنا نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتستري خالد نزهة. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لألك ولضيوفك ولمستمعين صوت لبنان. أهلا وسهلا. نحن يعني لما بتكون مثلا أحد المطاعم مش معناتها عم نعمم، بس أنه شو الاحتياطات اليوم بهالشوبات بهالحرارة المرتفعة اللي المطاعم لازم تخدها بعين الاعتبار حتى ما يصير عندها أي مشكلة؟ ستنا أنت بتعرفي على مر السنوات ما صار في حالة تسمم عنا. نعم. ورغم كل الأزمات ورغم من الانهيار اللي صار بال 2019 لهلأ، رغم كل الصعوبات والانهيارات المالية والاقتصادية والصحية والاجتماعية واللي بدي يكون انهيار العمري، ما صار عنا حالة تسمم. هلأ ما فينا نعمم اللي صار بمطعم بمنطقة معينة، بدنا نشوف منين المصدر، من الجيج، من اللحم، من السمك، من الجبن الخضرة اللي احنا بنحذر منها، يعني البلدية اللي ما في مراقبة على تصنيعها، من المنتج، من المعمل، بدنا نشوف من وين، أو من طريقة نقل اللحم أو اللحوم أو الدجاج أو السمك بسيارات من بردي، أو طريقة التبريد. هذا كله في دولة بتلعب دورة يعني، في بلديات بتلعب دورة، عم تلعب الدورة الدولة دورة، عم تروح على بتعمل كبسات. أنا بظل هذه الظروف وهذا الانهيار والرواتب اللي عم يتقاضوها الموظفين ما بيدافع عنهم، يعني بس كمان في تأثير مرعب من بكتير محلات. طبعا بفهم كتر خيرهم عم يقدروا يعملوا واجباتهم ويقوموا بدورهم. نحن كنقابة أصحاب مطاعم لما كان الوزير أبو فاعور وزير صحة، فنحن لعبنا دور كتير كبير ونقل على الإعلام من وزارة الصحة، يعني كل الإعلام نقل يوما بحضور معالي الوزير يوما،
وحكينا نحن عملنا مشروع القانون تبع سلامة الغذاء بس المؤسسة ما أقر. نحن جبنا خبراء وشفنا شو عم يتطبق بدبي ولندن وبفرنسا. انتو كنقابة اصحاب مطاعم؟ نعم عملنا مشروع. نعم نحن نقابة مطاعم مقاهي ملاهي باتسيري بالبلد. نحن عملنا هذا المشروع وكل الناس بتعرفه واللبنانيين بيعرفوا، وتعاوننا مع البلديات ومع الجهات المختصة وعملنا عمليات تدريب وترتيب كل المناطق من صور الى اقصى الشمال والجبل والقاع وكله وبيروت. ابدا تعاوننا يعني دربنا شيفية، دربنا موظفين، دربنا في أصحاب أوتيلات، في أصحاب مطاعم، في مهنيين. اشتغلنا كثير على هذا الموضوع. هلا بدنا نشوف، وطبعا ما أقر المؤسف يعني ما أقر. هلا بدنا نشوف من وين إجا هذا التسمو بظل ماي، يعني هذا نحن أكثر بلد بالمنطقة العربية بتشتي فيه. يعني وين ما حطيت إيدك بيطلع لك تسمو؟ أبدا. بدنا نشوف الماي اللي إحنا عم نشتريها وعم نشوف كيف نستعملها. نحن عم نطبخ، معظم المحلات عم تحترم حالها عم تطبخ مي صحة، مي المعدنية، لأنه شو بأي مي بدك تطبخي يعني. صحيح، مسؤولياتكم كبيرة كأصحاب مطاعم. طبعا طبعا طبعا. نحن عاملين مختبرات إذا بدك لحنصير كلنا نحن موظفين لنشوف هالمنتج اللي فيه على المؤسسة شو وضعه صلاحياته، بدنا نشوف انتهاء الصلاحيات أيمتى. يعني في دور كبير بتلعبه البلدية هيدا إذا ما زعبروا بتاريخ انتهاء الصلاحية. نعم 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 عفوا، إذا ما زعبروا بتاريخ انتهاء الصلاحية. طبعا ما هيدا هو، ما هيدا هو. نحن قبل ما يوصل هالمنتج عنا بدنا نراقبه كثير، بدنا نشوف منين إجا، كيف، من برا، وين عم يذبحوا بالشارع برا. لأنه بالنهاية سمعتكم يعني سمعت المطاعم بتدق، ونحن خصوصا بموسم سياحي يعني لازم نكون كل واحد عم بيراقب حاله. نعم نحن بنفتخر إنه عملنا هاي الحركة بالبلد، سوقنا لها بإيجابية مع تعاون مع وزارة السياحة، مع سفر الدول، مع كل العالم، مع اللبنانيين البرة، مع مطاعمنا اللي عم نصدرها على العالم كله. أوكي، من فرانشيز يعني مطاعم لبنانية بمطابخ مختلفة عم تطلع، صارت موجودة بكل العالم. سوقنا للبلد وشفتي قديه إجا. كنا متوقعين يفوت 1,600,000 و700,000 بال2023، لا بعتقد راح يفوت العدد 2,000,000 و يونين إذا كانوا لبنانيين ولا أجانب ولا عرب بغض النظر يعني قديه نسبة المغتربين فيهم. نعم. فاليوم في دور بتلعبه الدولة يعني خلاص. صحيح، هيدا الدور مش عم تلعبه الدولة طبعا. في يعني بدنا نقول إنه بيعملوا كبسات بس هي قليلة كتير مقارنة بالوضع اللي موجود على مدار الوقت على كتير. صحيح. محلات على كل حال. وبدنا نشوف الخضرة مين عم يسوقها، هيدي اللي عم تشربوا مي كمان يعني لازم المختبرات تكون فعالة. صحيح صحيح. بدنا نشوف اللي طاني شو عم يصير، بس شو بكتير محلات، محل ما فيه مخيمات، محل ما فيه مزارع دجاج وبقر ولا أو متى قولك بدنا نشوف. هيدي السؤال برسم المعنيين. أنا بدي أشكرك. قاعدت عن مسؤوليتها. نحن في قطاع خاص يعني هذا أول هيدي عجيبة بتصير بالعالم إنه قطاع بيقدر يقوم رغم كل الضربات. يعطيكم ألف عافية. ما عاد عنده مصاري وما عاد عنده شيء وعم يقدر يلعب ويجيب عالم على البلد. يعطيكم ألف عافية نائب رئيس نقابة أصحاب مطاعم المقاهي الملاهي والباتسري خالد نزهة. اليوم خلينا نحكي، عم نطرح اليوم اللي ممكن، شو التوصيات اللي ممكن نقدمها للمستهلك بظل مش الغياب الكلي، يعني الغياب يعني المراقبة مثل ما لازم تكون. نحن شو مننصح المواطنين اليوم؟ كنا عم ننصحهم أن قصة الصلصات بدنا نبعد عنها هالفترة، هالفترة بفصل الصيف ضروري نبعد عن كل شيء مثل ما قلنا لح قدر المستطاع. أو مثلا بحالة الأجبان، ما لازم نجيب أجبان بيضة فلت، مع أنه وزارة الزراعة أصدرت من فترة قرار أنه ممنوع بيع الجبن الفلت بالسوبر ماركت. نعم. بتلاقي بعد في جبن فلت عم تنبيع. الجبن الفلت ما لازم نشتريها لأنه مش معروفة المصدر وما عليها الايدنتيفيكيشن، ما بنعرف تاريخ الانتاج، تاريخ انتهاء الصلاحية. فكل شيء لازم نجيبه مكيس. نعم. حتى القصص، الحبوب، اي شيء بنشتري نجيبه لازم يكون مكيس مش فلت، لانه الفلت عرضة للملوثات. في البيض عم بيقولوا انه مش لازم نحطه ب بالبراد، بباب البراد. صحيح. لا هلا شوف، البيض منه بحاجة للتبريد، أفضل إنه ينحط بالبراد، بس في كتير دول بالعالم ما ببردوا البيض. طالما أنا بجيب البيض وعم بستهلكه خلال هالأسبوع ما في أي مشكل. نعم. في اليوم فواكه والخضار كل ما قشرناها كل ما زاد البكتيريا فيها. طبعا، لأنه أنت القشرة هي عازلة للتلوث اللي بيجي من برا. يعني الفواكه مجرد ما تقشرت لازم تستهلك دغري. نعم. البوزة اللي بتدوب من القصص اللي لازم نخفف، مش لازم نرجع نتلجها. حتى بهالفترة بالسنة
البوظة اللي فيها حليب كمان نخفف من استهلاكها. نعم. ولما نشتري بوظة إذا لقينا شكل البوظة غريب يعني القرن دايب وراجع متلج هيدا ما لازم يستهلك أبدا. كنا حكينا عن الزيوت المهدرجة باللبنة وين صارت؟ موجة طلعت وبعدها موجودة؟ أكيد بعدها وزادت زادت. زادت. يعني أنا عم شوف معامل عم تزيد من إنتاج اللبنة منتج غذائي. شو يعني هيدا؟ أنت في عندك محضر غذائي ومنتج غذائي. لما أقول لبنة يعني هي لبن اتصفى نحط له شوية ملح تعبى، بينما المحضر الغذائي اللبني ما بيكون بيزد على الحليب، بيكون فيه كتير زيوت مهدرجة ما عنده نفس القيمة الغذائية. فهون أهمية نحن بس بدنا نشتري نقرأ شو عم نشتري. يعني اللبني معروفة شو هي، بس مثلا ما بيقولوا لك من الحليب الطازج غيره، بيقولوا منتج غذائي بالضبط. ايه يعني بيكتبوا لك مثلا محضر غذائي. محضر غذائي يعني هيدا منه المنتج الأساسي اللي نحن بنعرفه. نعم. بس الناس عم بتروح عليه لأنه بضايق أكثر وأرخص. بعدين احذروا لبنة الجفصين اليوم، كيف نعرف أنه باللبنة في جفصين؟ هلا هيدي كمان مشكله تانية، بس صراحه كتير قليله كتير قليله كتير قليله. طيب شو بنقصد نحن بغير مطابقه للمواصفات؟ لانه انت كل منتج بلبنان عنده مواصفه بتنتجها لبنور، مؤسسه المواصفات والمقاييس. لما اقول لبنه، كلمه لبنه يعني في مواصفه بدي ارجع لها باللبنور، شوف شو لازم تكون المكونات، شو المواصفات الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه. نعم. اذا انا عم حضر شيء شبيه لللبنه من ناحيه اللون من ناحيه التكستشر هيدا اسمه محضر غذائي، ما فيني ادعي انه لبنه. والمخدرات الغذائية من ناحية اللبنة الموجودة بلبنان أكثر هي كمان عم تكون مستوردة. كمان هون ما بنفهم كيف بلد مثل لبنان قادر يكون مكتفي من ناحية الألبان والأجبان، بيستورد أجبان من برا. فكمان رزنامة الاستيراد اللي عم بتصير بالبلد وشو عم نستورد وشو عم بيصير، كمان هيدي ضروري يتضوى عليها. لأنه لما نحمي المنتج المحلي من غزو المنتج المستورد، هالمنتج المحلي بيضل محافظ على قيمته. بس لما في منافسة شرسة من منتجات عم تجي من برا سواء مهربة أو مستوردة، كمان المصنع هون عم بيصير ببعض الأوقات يضطر يخفف من جودة المواد الأولية ليضل واقف على إجراه. على الخط مباشرة عندنا اليوم ضيفتنا نائب رئيس جمعية المستهلك دكتورة ندى نعمي. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير نوال، صباح الخير لإلك ولضيفك دكتور حسين. شو وضع الغذاء وسلامته بلبنان؟ يعني شو بدي أقولك يا نوال، مثل وضع أي قطاع بالبلد بحالة فوضى تامة. ونحن بتعرفي نحن عنا يعني أحاديث كتيرة عن موضوع سلامة الغذاء حتى قبل الأزمة. يعني البلد مش برايوريتي عنده لا صحة الناس ولا سلامة الناس. هلأ بغياب المؤسسات وغياب مراقبة السلسلة كلها الغذائية أكيد رح يكون عندي مشكلة كتير كبيرة. وضيفي لأنا القدرة الشرائية عند المستهلك، يعني عشان الأزمة كانت كتير كبيرة على المستهلك اللبناني بطل يفتش على النوعية، فكمان بطل يدقق شو عم ياكل. شو الوضع على الأرض يعني اليوم حكينا فيهن إنه... وعندك مشكلة الكهرباء والكونسرفيشن يعني حفظ الأغذية إلى آخره. في كتير سوبر ماركت عم تطفي البرادات وهذا كمان كتير خطير، عم بفوتوا على مطعم 5-6 عم يتسمموا ويظهروا ما عم يعرفوا مع مين عم يتواصلوا. عم نرجع نقول لهم رجعوا دقوا لوزارة الصحة، ما بعرف إذا عندها بيانات عن هذا الموضوع. عندها يعني خط ساخن 1214 عند اكتشاف اي تقصير يتعلق بسلامة الغذاء. لا حدا بيرد بوزارة الاقتصاد ولا حدا بيرد بوزارة الصحة. يعني عم تعمل دوريات وزارة الاقتصاد عم يبعثوا دوريات. اكيد حبيبتي يا نوال وقت يكون الموظف عم يجي يومين اي دوريات، ما نحن على الارض وبنعرف ما في مراقبة. المراقبة يعني شو بدي اقول لي، اصلا هن كان عديدهم قليل ومش على عاتقهم كل طيب عملية نتيجة المراقبة. هالوضع البلديات في قانون سلامة الغذاء، تفضلوا شيلوا من تحت الطاولة علنوا وحطوا الهيئة الوطنية عينوا ناس تراقب وما تحملوا مؤسس وحدة، لأنه أصلا المشاربك عملية المراقبة بلا قانون ينظمها هي عملية كتير مشاربكة وما حدا عم يتحمل مسؤوليتها. خلاص أنه هلأ البلديات كلها عم تتهرم، كل واحد عم بيحل البلدية ويقعد بالبيت، بطلت تجيب مصاري. بالأول كانوا يسرقوا المصاري
وما عملوا أنظمة للمراقبة مظبوطة، هلأ بطل بدون يتحمل مسؤولية. فشوفي كيف الوضع، يعني بمختصر إذا ما في مراقبة الغذاء وسلامة الغذاء هو سلسلة متكاملة، بدك قضاء، بدك مراقبة، محاسبة، تدريب، بدك حتى كمان يرد حدا إذا اشتكى المواطن يردوا عليه. يعني وإلا رح ضل الأمور هيك طالما ما في يعني في توعية. أكيد توعية كتير شغلة مهمة، نحن عم نعمل وجبتنا عم نوعي الناس 100%، دور الإعلام دور، بس نحن قد ايه فينا نسكر عدم وجود دولة؟ يعني صحيح نعم، تقدر تاخدي، ما فيك تاخدي دور دولة. صحيح. يعني المؤسسات لازم تتحمل، نحن منكمل دورة وبنعمل مسؤولياتنا ومنوعي الناس، بس من هنيك ورايح بدها الدولة تتحمل مسؤوليتها. نعم. ما حدا بيجيب سيرة موضوع الغذاء ولا سلامة الغذاء، وحتى على صعيد الاستيراد في علامة استفهام كتير كبيرة وقت يوصل منتجات فيها مشكلة وتوصل على المؤسسات بعدين يرجعوا يسحبوها من المؤسسات. فشوفي هيدا، هيدا المافيات قديش هي خطرة وقديه هي قدرانة انها تفوت هيدا المنتجات الفاسدة على البلد، لا يعني تفوت فيها لحدود كتير بعيدة، مش قلنا عن المرقة ترجع المنتجات. أنا بدي أشكرك ندى، كمان سؤال كتير كبير، المختبرات اللي عم تشتغل يومين هل هي عم تراقب كل غذاء وعم تفحص كل غذاء اللبنانية؟ يعني في كتير أشياء فيها علامة استفهام، فوضع سلامة الغذاء بخطر، المستهلك اللبناني أكيد بخطر، ما بدنا نتخبى وراء إصبعنا، نحن بحالة أكيد فوضوية عم بتأدي، أكيد المستهلك بده يكون كتير منتبه لصحته وسلامته، ينتبه كيف بده يختار، وأحسن الأفضل أنه ما يعتمد على مصدر واحد يراقب يفتش يسأل إلى آخره. يعني شكرا. إحنا موجودين، أنتم موجودين، كلنا مستعدين لتحمل هذا المسؤولية. شكرا لك ندى نعمي، أهلا وسهلا فيك. شكرا نائب رئيس جمعية المستهلك. بدنا نشوف بس اللحوم معنا ديقة، ممثل اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد، كنت كشفت لبرنامج نقطة على السطر من حلقات سابقة انه في مشكلة باللحوم اليوم، حلت ام شو؟ صباح الخير، اهلا اليك ولرئيسك دكتور حسين وللمستمعين الكرام. نحن عم نحكي على الاعلام كل فترة، عم نطلع نحكي مثل ما بتفضلوا، يعني الدولة غايبة عن السمع كليا. إيه بس اللي باللحوم هلا الدولة حكينا عنها قد ما بدنا، اللحوم بعدنا مطرحنا وعم تزيد الموضوع، يعني الملاحم كلها عم تشتغل بشكل طبيعي، ولكن استيراد اللحم الحي متراجع 50%، حل محله اللحم المبرد والمثلج. هذا اللحم المثلج لما عم يستخدم بالمطاعم ولا بالملاحم ويعاد يعني فك الثلج عنه وإعادة وضعه بالثلاجة مرة أخرى، هذا بسبب مصايب للعالم. هذا اللي عم بيصير بالبلد هلا اليوم، يعني هذا بعده وضع مثل ما هو، يعني ما تغير شيء، الغش ماشي طبيعي الغش ماشي. وعم نلاحظ نحن باللحوم، يعني انا بقطاع اللحوم بنصح العالم كثير تبتعد عن اللحم النيء بهالاوقات هيدي. طيب شو عم بيصير بالمسالخ تحديدا؟ قلي. نحن المسالخ بلبنان لا تطابق المعايير الدولية، هذه كمان بدنا ناخذها بعين الاعتبار، ولكن اللحم الطازج المذبوح في لبنان بالقليلة البقر المستورد من الخارج عم يتم فحصه، وعم يتم فحص على البور، عم يتم اخذ عينات للعجول كلها، يعني بالقليلة في نوع من المراقبة، وفي مراقبة ذاتية من المستوردين، لأن المستوردين عددهم قليل ومضبوط. نعم. الموضوع بعدها عم تجي لعنا اللحمة الهندية؟ طبعا أكتر لحم مستورد هلأ بلبنان هو. طبعا أنا كيف بدي أعرف كمستهلكة؟ بقول له بدي لحمة، بعطيني لحمة، شو عرفنا إذا هندية؟ أنا بنصح المستهلك ما يستخدم كلمة أنا لحامة بشتغل معه صار لي 20-30 سنة بوثق فيها. أنا بقول له للمستهلك بدك تنزل تاخذ لحمتك، بتطلب من اللحام يقص اللحم من الذبيحة مباشرة، لأن اللحم الهندي ما بيجي على شكل مع عظمه، يعني بيجي قطع، وبالتالي إذا الواحد بده يطمن قلبه بيطلب من اللحام أخذ اللحم من الذبيحة مباشرة. نعم. وما يقبل أي عذر من اللحام للأسف، لأن الدولة غايبة بهالإطار. يعني شكرا لك ممثل اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد، بس أنا أخذنا من كل شخص شو عم بيشوف لحتى نكون فكرة، هل لازم نرجع إلى أكل جدودنا؟ هو بالفعل خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة كانت فرصة
للناس ترجع لحمية البحر المتوسط. نعم. فنحن المونة اللبنانية مثلا هي سليمة 100%، نرجع نستهلك الحبوب مثل ما قلنا قبل شوي، نستهلك المكدوس الكشك. يعني كيف نحفظ المأكولات بالبيت؟ هلا عم تلعب الكهرباء بالضبط. يعني اذا انت عم تجيبي موني مثلا مثل كشك، الكشك ما بده حفظ، بده بس تبروير ويتسكر. نعم. بس اذا انت عم بتجيبي قصص بيرشبل يعني معرضه للتلف، لازم تكون الكهرباء موصوله على البراد ما تنقطع عنه اكثر من 4 ساعات ورا بعض. كيف فينا نتفادى التسمم الغذائي قلنا بس مره تانية؟ بنحنا ناكل القصص الأقل خطورة وننتبه. نعم. للتخزين قدر المستطاع بهالفترة من السنة. نعم. قصة الأسبرتام يعني اليوم شو ليش عم ينحكى كتير؟ موجود ب 6000 منتج، شو اللي بيمنع خطر استخدام الأسبرتام؟ هلا الأسبرتام محلي صناعي، قدام مصايبنا بلبنان الأسبرتام بدون سكر. ايه هلا الأسبرتام عم قلك بالواقع المأساة اللي نحن فيه بلبنان ك سلامة غذاء، بظن الأسبرتام ماشي لأنه هو أثاره على الجسم بده وقت كتير لتبين، وإذا واحد عم يستهلكه بكميات كبيرة. شو بدنا نقول نحن وياك للمستمعين والمشاهدين اليوم بهالحلقة؟ عملنا جولة يعني هي الخطر بعده كتير كبير، بدنا نحكي عن أصناف بدنا حلقات، بس عملنا جولة على سلامة الغذاء بالغياب المراقبة الفعالة ومثل ما لازم. أنا كمان بدع الناس أنه ضرورة المطالبة بالمحاسبة، يعني الأمن مهم بس كمان أمننا الصحي مهم. يعني نحن كمواطنين ضروري دايما نعمل ضغط على نوابنا، على رؤساء بلدياتنا، على مخاتيرنا، على الناس اللي حوالينا، أنه كل حدا ياخد دوره بموضوع سلامة الغذاء، لأنه سلامة الغذاء هو موضوع بيشمل كتير جهات رقابية، وضروري أنه نحن كمواطنين نضلنا أداة ضغط لنوصل للنتيجة المرشوة. نقطع سطر. شكرا لك الأستاذ والبحث بسلامة وتصنيع الغذاء بالجامعة اللبنانية الأمريكية دكتور حسين حسن، أهلا وسهلا فيك. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، طرونا بكرة مع حلقة جديدة.